الحمد لله. يعني تأجيل الإفريقي شايفه لمصلحة النادي الأهلي ولا مش لمصلحة النادي الأهلي؟ لا كابتن، انا يعني جيت انا شايف ان هي مش حكايه مصلحته ولا مصلحته، اهم نعم حاجه الفتره الجايه ديت هم بيفكروا، عشان في فرقه الوداد عندهم كذا حاله في نعم الكورونا والكلام ده كله. طبعا احنا اهم حاجه سلامه اللعيبه بتاعه الوداد نعم كلهم يرجعوا بالف سلامه بالمناسبة ونطمن لازم طبعا. تبعت تحياتك لحارس الوداد، الحمد لله اه أنا شفت طبعا، انا صورة كنت لسه تحتواني. راح اقول لحضرتك دلوقتي، أنا متأسف، يعني اتفضل. يقوم نعم بالسلامه. اه يقوم بالسلامه طبعا، انا عارف ان هو اتصاب رضا النهارده ويقوم التكتواني، بالسلامه نعم حارس كويس يا كابتن. طبعا ويرجع ويرجع بالف سلامه ان شاء الله. نعم احنا ما نتمناش لاي حد يحصل له اي حاجه، صحيح. وطبعا هو ديت ظروف في العالم كله، مش ظروف مصر بس والدول، لا العالم كله، واحنا لازم نحترم القرارات اللي هتطلع. نعم واحنا سلامه اللعيبه وسلامه الفرق ده اهم شيء، واللي هو الصالح ان هو يتاجل عشان سلامه اللعيبه، ما فيش مشكله. لو مش هيتاجل احنا جاهزين والفرقه كلها جاهزه، واحنا تحت امر القرارات، واحنا بنحترم قرارات الكاف، ونحترم قرارات عامه الاتحاد، نحترم قرارات كل الناس بنحترمهم، وده حاجه كويسه. اللي احنا اهم حاجه سلامه اللعيبه. نعم في لقاء سابق معايا قلت ان بطولة افريقيا السنة دي بالنسبة لنا هي هدف وامل كبير جدا للنادي الاهلي، عودة ان شاء الله حسين الشحات، رجوع عمرو السولية من الاصابة، عودة كهربا الى الفريق، الامور بدأت الى حد ما تنتظم. هل شايف انه الامل في البطولة كبير عند لاعيبة النادي الاهلي رغم شراسة المنافسين الثلاثة الوداد والزمالك والرجاء؟ اكيد طبعا يا كابتن، هو هدف بطوله افريقيا بالنسبه لنا هدف رقم واحد بالنسبه لنا عامه في النادي. اي بطوله عامه بنخش فيها بالنسبه لنا هو الهدف رقم واحد اللي احنا ناخد البطوله، وان شاء الله السنه دي يعني هي قريبه لينا، قريبه لينا يعني، والفرقه مركزه والحمد لله. يعني حسين هيرجع قريب، وعندنا عمرو السوليه خلاص قرب يرجع، وعندنا طبعا محمد محمود برضو قرب يرجع، بس يا هو مش رب. مستعد معانا في افريقيا. اه يعني نعم بس الفرقه كلها يعني احنا المنظومه كلها 25 لعيب موجودين، احنا بنحتاج كل اللعيب. يعني حسين هيرجع وكله، لا بس اي حد بيأدي بينزل الملعب بيأدي اللي عليه وبيعمل اللي عليه، اي حد يكون احنا ما بنفكرش مين يلعب، احنا بنفكر 11 لعيبه اللي موجود في الملعب يأدي اللي عليه وبيعمل اللي عليه. الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني في ناس لعبت كتير مش في مركزها، بس بتأدي اللي عليها وبتعمل اللي عليها، دي اهم شيء. واهم حاجه بس نكون روحنا كويسه مع بعض وقريبين من بعض، ده اهم شيء. دي بتجيب البطوله. الحمد لله الامور بقت احسن بكتير الفتره اللي فاتت، اللي احنا بقينا قريبين من بعض وبقينا بنتكلم من بعض، ده اهم ليه شيء ناس الفتره كتير الجايه. اتكلمت قالت ان غرفه ملابس الاهلي فيها بعض المشاكل، وانت ما شاء الله الولد الصغير اللي لسه بتقول كنت بحلم اعدي من جنب بوابه النادي الاهلي بقيت كابتن النادي الاهلي، يعني مهام القياده والكلام الكتير اللي اتقال الفتره اللي فاتت الشناوي. طبعا يا كابتن بتبقى مسؤوليه، بس يا كابتن برضه في حاجه، انا معايا دلوقتي كابتن احمد فتحي، ومعايا سعد سمير، ومعايا ايمن، ومعايا كابتن وليد بيعملوا معايا نعم برضه نعم عامل كبير معايا يعني. طبعا كل الاحترام لاحمد فتحي، بس هنتكلم طبعا انه فتحي ماشي يعني، بس طبعا اتفضل. لا بس برضه كابتن دي دور معايا برضه، طبعا طبعا معايا طبعا يعني. طبعا لا طبعا وليد السلام، وسعد يا سلام يا وايمن. سلام ونعم. طبعا 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 نعم يعني في دور كبير موجود في الاوضه، ومفيش اي حاجه خالص في الاوضه كابتن. هو كده كده عامه بيحصل في العالم كله في مشاكل وفي اي حاجه بتحصل، بس هو الموضوع مفيش اي حاجه خالص، والفرقه ملمومه الحمد لله بشكل كويس، مفيش اي حاجه خالص، والدنيا كويسه، واللعيبه كلها بتحب بعض، وده اهم شيء عندنا، وكله بيحترم بعضه، الكبير بيحترم الصغير والصغير بيحترم الكبير، ده اهم شيء عندنا. واحنا الحمد لله دي في اسس ماشيين عاديه ما نقدرش نغيرها، وكله ماشي الحمد لله على الاسس دي، كله عارف الكلام ده كويس وكله محترم الكلام ده كويس الحمد لله. يعني الامور ماشيه، وحضرتك شايف النتيجه الحمد لله بتبقى في الملعب.